بالنسبه لي انا جيت لهذه المبادره باش نهضر على بلادي وعلى الشباب وعلى الشابات. كل شيء قاري ما كاين فين يخدموا. انا كنطلب من المسؤولين وكنطلب من جلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويعفو عليه، كنطلب منه يراقب مدينه دمنات. ما كاينينش المسؤوليات في دمنات، المسؤولين في دمنات ما كاينينش. سيتو الصحة ما كايناش في دمنات. أنا كنقول لجلالة الملك علمونا، قالوا لنا ديروا هاد البطاقة ديال الصحة. أنا دايرها هذه هي الثالثة وما عمرني استفدت منها، كنمشي للسبيطار في دمنات أو في أديلال تيقولي لي خلصي 60 درهم عاد في الباب عاد دخلي. أنا ما فحاليش، أنا هجالة عندي اليتام. أنا كنطلب من المسؤولين يراقبوا دمنات، الله يزيدهم بخير. المشاكل اللي كاينين في دمنات أوليدي هي الخدمة. راه بنادم جالس اليوم في القهوة، غدا في القهوة، غدا في القهوة، عام في القهوة، عامين في القهوة، راه ضروري يدير المشاكل. ما عنده فين يخدم. الخدمة ما كايناش في دمنات. أنا كنطلب من المسؤولين يراقبوا دمنات. دمنات ما فيهاش الخدمة. الماء غالي، الضو غالي. والعقار طالع، المسكين ضاع. بغينا نخدمو، بغينا شي مشروع في دمنات، شي مشروع في دمنات نخدمو. العيالات باغيين يخدمو ما لقاو فين يخدمو. الدراري قاريين باغيين يخدمو ما لقاو فين يخدمو. انا قريت ولادي، انا غير هجالة، قريت ولادي، قريت ثلاثة الدراري، جوج بنات ووليد، وليد واحد اللي عندي الله سبحانه واحد. قريتهم وها هو دابا خدام تسربايت في القهوة. والدرية قريتها ما كتجيش نخليها تخرج للمدن الكبار باش تخدم، خايفة عليها، ما نكذبش عليك، خايفة عليها، أنا الدري خايفة عليها، قريتهم وها هي دابا كضرب الجفاف. واش غنقول لك؟ السبيطار كاين، ولكن الأطباء ما كاينينش. كتمشي كتكون عندك واحد الحالة تتمشي تتقول لهم راه عندي واحد الحالة راه خطيرة وهذه وهذه، تيقول لك ما كاينش الطبيب ديال هذيك مثلا العملية. انا عندي العمليات، اربعة العمليات اللي درت وباقي عندي الخامسه والناس اللي كيعاونوني. مشيت للسبيطار في دمنات، قالوا لي ما عندناش الماتريال. انا الطبيبه هذه طبيبه جديده الله يجزيها بخير، قلباتني قالت لي كابنتي خاصك ترجعي عند الطبيب اللي فتح ليك. وانا الطبيب اللي فتح لي باقي كيتسني الكريدي، وانا عندي هذا علاش دايرينه هذا راه البطاقات الصحي. انا كنديها تيقول لي ما واكله لك والو. تنجي لداري نحكها لقلبي ونطلب الله الشفاء ونصلي ونطلب الله الشفاء من عنده. انا عندي الوالد، قلت لك عندي الوالد في مدينه كرول، مريض عامين هذه باش شاد الفراش، عامين باش شاد الفراش. انا كنمشي تنقول لهم عطيوني غير لابيلونس، وعطيني غير الطبيب يمشي يشوف هذاك السيد راه ما فحالوش، راه مريض، راه كاع طايب من الجناب. تنقول لهم غير عطيوني لابيلانس نمشي نجيبو لكم. تيقول لي لا الطريق ما خايبه في كرول، لا الطريق خايبه في كرول، ما غاديش تطلع لك لابيلانس لتم، فهمتي؟ والاسعافات كنعيطوا للاسعاف تيقول لك عيط سميتو للدرك الملكي باش نجي، يعيطوا لنا باش نجيو. هذه كاينه الله يجزيكم بخير، واش هذه كاينه في شي مدينه؟ كنعيط للاسعاف تنقول لي عافاك عتق الروح، راه عندي بنتي طايحه ولا عندي ولدي طايح ولا عندي واحد جار ولا واحد جارتي راه طايحه، راه في حاله خطيره، ما كيجيوش.